النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. ترأس صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بقصر الخامس عشر من يناير الانطلاقة الرسمية لفعاليات الصالون الدولي للطالب الأفريقي بحضور أعضاء الحكومة وعدد كبير من الشباب. محمد حسن آدم والتفاصيل. هكذا استهلت فعاليات الانطلاقة الرسمية للصالون الدولي للطالب الإفريقي، وذلك تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وبتنظيم من مؤسسة أفريق كامبيس الخاصة بتوجيه الشباب من حملة الشهادة الثانوية حول كيفية الالتحاق بالجامعات واختيار التخصصات العلمية المختلفة، حيث ابتدأت المداخلات بكلمة ترحيبية لعمدة بلدية عنجمينة مريم جمع عبادة، ومن ثم كلمة رئيس اللجنة المنظمة للصالون ناير أبكر، والذي أشار في حديثه بأن الشباب هو مستقبل القارة الإفريقية، مضيفا بأن القارة السمراء ليست قارة حروب وصراعات وأمراض وما جاء كما يراها البعض، ولكنها قارة تنمية وتقدم وازدهار. رئيسة اتحاد الشباب الإفريقي فرانسين مويمبا أشادت بمبادرات اللجنة المنظمة للصالون، مشيرة بأن الشباب الإفريقي يتمتع بالجرأة والطموحات العالية وقادر على رفع التحديات التي تعيق التنمية والمضي قدما من أجل تحقيق الأهداف التي يمكن الشباب إلى الوصول نحو مصاف الدول الصاعدة. كما تطرقت في حديثها إلى البطالة المتفشية في أوساط الشباب الإفريقي، لذا يجب على القادة ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية والجهات المعنية وضع استراتيجيات ووسائل كفيلة لفتح فرص العمل أمام الشباب من حملة الشهادات الجامعية. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو قال إن هذه البادرة تستحق الإشادة والتقدير، وأن التعليم والتربية ذات النوعية هي أساس التنمية والتقدم لكل بلد، مشيرا بأن الوزارة قد وضعت برامج وخطط مستقبلية لمواكبة تطلعات العصر. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جهته ثمن عاليا مشاركة الجامعات والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية وجهود اللجنة المنظمة للصالون، كما طلب من المشاركين تبادل الآراء والأفكار الهادفة والبناءة وبذل المزيد من الوقت والعمل للخروج بنتائج إيجابية. هذا وفي سياق متصل، فقد تفقد رئيس الجمهورية أجنحة المعرض الخاص للمنتوجات العلمية والخدمات الفنية المقدمة من قبل الجامعات والمعاهد العليا وكذا المؤسسات والشركات الخاصة، وتستمر فعاليات الصالون 3 أيام، وسيتم بمشاركة العديد من الخبراء والأساتذة والباحثين لإحيائها بالمؤتمرات والندوات العلمية وتقديم استشارات تربوية ومهنية لصالح الشباب.